مشاهدينا الكرام، احباء الرياضه على الوطنيه الاولى، طاب توقيتكم جميعا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، عوده من جديد لاحداث مجرى الشوط الثاني، وايضا عوده لحوارات قبل الشوط الثاني مع نزيه الكرشوي. شكرا عمر، شكرا لكل مشاهدي القناه الوطنيه الاولى. كما شفتوا الشوط الاول انتهى 0-0، احنا نستغلوا الفرصه في الوقت هذا اللي مازال قبل بدايه الشوط الثاني باش ناخذوا واحد من رجالات جزيره جربه، وفي نفس الوقت هو من رجالات الترجي الرياضي التونسي، هو رئيس سابق في الترجي وكذلك هو كاتب عام حاليا في هيئه الحكماء في الترجي الرياضي التونسي، سي عبد الحميد عاشور. مرحبا سي عبد الحميد، اكيد الشوط الاول انتهى 0-0، كيفاش شفت الشوط الاول؟ والله مقابلة نظيفة، وروح رياضية هي اللي غلبت يعني في الشوط الأول. إن شاء الله الشوط الثاني يكمل في المستوى هذا ويتحسن أكثر. بالطبع الريح هو اللي قلق الفريقين، ولكن متوقع اللي الشوط الثاني باش يكون انظف برشا من الشوط الاول. احنا اخذينك بالخصوص يا عبد الحميد على مقر لجنه الاحباء جديد اللي كان افتتحها ترجي بالنسبه بمناسبه المئويه لهنا في جربه حمد سوق. البارح كانت اجواء كبيره على ما يبدو، وكانت استقبال حار لهيئه الترجي، وكانت مناسبه نجم نقولوا جميله جدا في جربه. والله في الحقيقه انا مولود في جربه، معناها كان لي الشرف باش حضرت البارح في تدشين المقر نتاع الهيئه نتاع حباء الترجي الرياضي في حمد سوق، وشرف على التدشين رئيس الترجي السيد حمدي المدب مشكور، لانه الترجي الرياضي ماهيش في تونس برك، الترجي الرياضي في الجمهوريه، الترجي الرياضي عدات حتى حدود الوطن. ومناسبة هذه نحب نشكر الاخوان نتاع هيئه حمد سوق اللي قاموا بتنظيم التدشين، وبارك الله فيكم. وهذيك فكرة انه الترجي الرياضي عائلة، الترجي الرياضي عدت 100 سنة، وانا نحمد ربي اللي عشت المئوية في الترجي الرياضي، وورينا بانه الترجي الرياضي يعني مستوى عالمي. ولا شكرا لك، شكرا لك سي عبد الحميد عاشور، هذا الرئيس السابق للترجي. كما قلنا تفضل لك الكلمه عمر مع بدايه الشوط الثاني. شكرا نزيه، وشكرا لضيفك الكريم. انطلاق الشوط الثاني واحداث ومجرى الشوط الثاني من لقاء جمعيه جربه، هو طبعا ضيف الترجي الرياضي التونسي. انهينا الفتره الاولى بالتعادل السلبي 0-0، واللقاء انطلق في الشوط الثاني. كل فريق يحاول طبعا في هذه الفتره الثانيه التسجيل والتهديف. كرة ترجع لفريق الترجي من الجهة اليمنى، جوز الدين الذوادي إلى اليمين في اتجاه الشعلاني، غيلان الشعلاني اللي كان تقطع من دفاع الترجي الجمعية جربة. فتحي قسام يرجع، ترجع من جديد، واحدة الاثنين الدفاع يتدخل، والأخرى مرة أخرى الخطأ، مرة أخرى الخطأ لفريق الترجي. نذكركم بتشكيلة الزوز فرق بالنسبة لتشكيلة الترجي: معز بن شريفية، سامح الدربالي، حسين ربيع، خليل شمام، شمس الدين الذوادي، غالين الشعلاني، محمد علي بن رمضان، طيب المزيري، بن المجري، سعد بقير، هيثم الجويني. بالنسبة للشوط الأول طبعا دخول يوسف المسراتي مكان غالين الشعلاني بداعي الإصابة. بالنسبة لتشكيلة الجمعية: شرف الدين الشريف، كتيب اليعقوبي، أسامة فرج، تالي سريب، عبد العزيز غبار، ورأفت عنان، فتحي قسام، رشوان البغدادي، حافظ الغربي. طبعا الكرة فريق الترجي، حسين ربيع يرجع الكرة من جديد إلى يوسف المسراتي، مسراتي في المحور من جديد، التصويب وفي دين الحارس شرف الشريف، شرف الدين يأخذ الحارس الكرة سهلة طبعا في العملية الأخيرة. قلت على بنك الاحتياط بالنسبة للترجي: علي الجبلي، هبل مبارك، أيمن بن محمود، أمانة لكود، مهر بالصغير، وزياد بالريمة. على بنك الاحتياط بالنسبة لمدرب فتحي إسماعيل: منير شوشان، محمد أمين دياب، فخر شبوح، عبد الحميد الشلاخي، وائل بن رمضان، إيلاف العماري، مرتضى المليتي. على بنك الاحتياط بالنسبه لزوز فرق ايضا حكم المباراه: حكم رئيسي مجدي بن حاج علي، مساعد اول غازي زالون، مساعد ثاني وسيم عماره، حكم رابع باتيس بن صالح، مراقب المباراه محسن بلهيد، ومندوب الجامعه انور الرحماني. زوز دقائق لعب الى حد الان في هذا الشوط الثاني، والتعادل 0-0 بين الفريقين بين جمعيه جربه والترجي. ترجع الكره الترجيه، المسراتي، المسراتي، محاوله المرور من مهاجم الترجي الرياضي التونسي، طيب المزيد لكن تقطع، تقطع الكره جمعيه جربه في وسط الميدان، عصام الدريدي في اتجاه الكره للمغرب اليسار، اسامه فرج لكن في التغطيه سامح الدربيلي يرجع الى حارس مرماه معز بن شريفيه.
الحارس معاذ بن شريفيه يرجع بالكره اليسار في اتجاه خليل شمام. خليل شمام في وسط الميدان، كره لفائده الترجي الرياضي التونسي من جديد. الذوادي ولا عمليه البناء الهجومي ترجع المسراتي. سعد البقير، سعد البقير ساقه اليسار، كره اليمين في اتجاه سامح الدربالي، محاوله المرور، الدفاع الداخل مره ثانيه، ترجع الكره لفريق الترجي الماجري، تحذير التصويب وخطيره ومره جانبيه. كره مرت جانبيه من مهاجم الترجي الرياضي التونسي، كره اخرى خطيره ولا عمليه، توغل ممتاز كان من بلال الماجري، تحذير ازدواجيه من هيثم الجويني، والكره ضاعت في اللقطه الاخيره على خط هجوم الترجي الرياضي التونسي. والمهاجم طيب المزيني كورته مرت جانبيه، تبقى الكره هذه المره لجمعيه جربه. رأفت عنان من جديد تقطع، معاكس الماجري لليمين، توصل من جديد بلال الماجري، محاوله المرور من الجهه اليمنى توصل الى هيثم الجويني، هيثم الجويني سعد بكير توصل يخليها الى شمس الدين الذوادي. شمس الدين الذوادي حاول يتعدى مهاجم الترجي طيب المزياني، ومن جديد ورات يخرج هيثم الجويني من منطقه 18، ياخذ الكره مره اخرى لفريق الترجي. من جديد دفاع شمس الدين الذوادي، ذوادي سعد بكير، كره اخرى ترجع لسعد بكير، سعد بكير كره ارضيه، الدفاع يتدخل، التصويب والحرس. شرف الدين الشريف حارس الجمعيه ياخذ كورته مباشره، يخرج كره تماس حتى يتم اسعاف زميله اللي يبقى ملقى على ارضيه الميدان. في العمليه والتدخل الاخير طلال السرايب بانه يقوم لاباس مهاجم او مدافع الجمعيه. الترجي يبحث عن الحلول الهجوميه الغائبه عليه الى حد الان في هذه المباراه. يبقى ملقى على ارضيه الميدان تقريبا خمس دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، خمس دقيقة لعب من عمر المباراة إلى حد الآن. دفاع الجمعية صامت في الشوط الأول، في الحقيقة هدد من خلاله حتى دفاع الترجي في بعض المحاولات. رمية التماس سعد بقير يرجعها بطبيعة الحال إلى الحارس شرف الدين الشريف حارس فريق الجمعية، ياخو كورتو كرة طويلة باليد ترجع لفريق الترجي من جديد. طيب المزيني أصبح يلعب من الرواق الأيسر، خليل شمام. تشكيلة الترجي تشهد بعض الغيابات، كوليبالي، فرانكو، طه ياسين الخنيسي، الربي جديد الغائب ايضا بداع الاصابه. كره من جديد لفريق الترجي الرياضي الماجري، مره اخرى سعد بقير من اليمين، سعد بقير في اتجاه سامح الدربالي، التحذير جويني والدفاع يتدخل. مره اخرى تبقى لفريق الترجي، سامح الدربالي يخلي الكره تخرج للتماس، تفضل الكرة بسرعة لليمين دربالي، عملية القصيرة، محاولة التوغل داخل منطقة 18، تقطع للجمعية، موجود خليل شمام في التغطية، لكن قبل ذلك تخرج كرة للتماس. شمام، خليل شمام الدواتي، يوسف المصراتي، يوسف المصراتي في وسط الميدان، لاعب ارتكاز ثاني موجود في عملية البناء الهجومي لفريق الترجي. حسين ربيع، مصراتي، سعد بقير، كرة توصل اليمين، محمد علي بن رمضان، لكن تقطع. سامة فرجي لفتحي قسام، فتحي قسام اليسار، رأفت عنان
طلال الإسرائيلي كنت تقطع الكرة لفريق الترجي، خطيرة طيب المزيني ما خلتش على الكرة. تماس هذه المرة من الجهة اليمنى لدفاع الجمعية كتيبة اليعقوبي. كتيبة اليعقوبي ينفذ ربعية التماس. جويني لكن قبل ذلك تسلل ضد مهاجم فريق الترجي هيثم الجويني. عبد العزيز غبارو لعب المحوري في دفاع الجمعية. استقرار على مستوى الأداء بالنسبة لهذا المدافع. كرة ترجع طيب المزياني، طيب المزياني من جديد إلى محمد علي بن رمضان. دوادي لمين محاولة التوغل خطيرة الماجري، حاول يدخل منطقة 18 الماجري مازال محافظ على الكرة نتاعو. يشير بواسطة لعب الحكم من جديد معاكسة لفريق الجمعية في اتجاه اليمين، لكن في التغطية حسين الربيع لمسة فقط. كرة قصيرة سعد بقير من جديد إلى محمد علي بن رمضان لليمين يمشي لها سعد بقير. طلب كرة يركز على الترجي على الأروقة. سامح الدربالي داخل منطقة 18 سامح الدربالي وضاعت، ضاعت بصورة غريبة وعجيبة. سامح الدربالي أمامكم على الصورة، قام تقريبا بمجهود فردي توغل داخل منطقة 18، راوغ المدافع باليمين، كورته مرت قريبة من مرمى الحارس شرف الدين الشريف لتبقى النتيجة صفر مقابل صفر إلى حد الآن في هذه المباراة. الترجي الباحث بكل قوة على افتتاح النتيجة. توفرت الفرصة منذ لحظات للمدافع سامح الدربالي. كرة ترجع لكن قبل ذلك حكم اللقاء مجدي بالحاج علي يزفر خطأ لرشوان البغدادي اللي يبقى ملقى على أرضية الميدان مهاجم الجمعية. يقوم لباس لاعب الجمعية كرة من جديد لفريق الجمعية رفعت علان. طيب العملية من جديد عصام الدريدي حكم يشير مسطر اللاعب رغم رفع الراية من المساعد. كرة طويلة من جديد هيثم الجويني إلى طيب المزياني. يوسف المسرط دوادي سعد بقير يركز الترجي على الجهة اليمنى من جديد سعد بقير لكن تقطع من دفاع من أسامة فرج يتعدى والكرة تخرج للتماس. تنفذ الكرة بسرعة من جديد سامح الدربالي. سامح الدربالي هو رفع راية من المساعد الأول ضد المهاجم على اعتبار لمس كرة باليد وبالتالي خطأ لدفاع الجمعية. واضح الصورة والله خطأ موجود. ترجع العملية الهجومية لفريق الجمعية رافت علان التالي إلى طلال السريب عبد العزيز غبارو. كرة طويلة الكرات الطويلة لكن موجودة خليل شمام. مصراتي في اتجاه هيثم الجويني. الجويني يحاول يدخل منطقة 18 التحذير سعد بقير بالراس والدفاع يتدخل. ممتاز المدافع طلال السريب يقطع الكرة أمام المجري. فرصة أخرى هذه عادة جويني سعد بقير بالراس والمدافع طلال السريب قبل المهاجم بلال المازي. تنفذ الكرة من جديد الدفاع موجود في قطع الكرة لكن الكرة تبقى ترجية. سامح الدربالي كرة طويلة على مستوى القائم
طيب العمليه الاختيار موجود والهدف والهدف الاول لفريق الترجي. المدافع عبد العزيز غبارو ضد مرماه، كره كانت من سمسة الدين الداودي، اكيد هذه تعذير سعد بقير في اتجاه سمح الدربالي بالراس في مره اولى، وعبد العزيز غبارو ضد مرماه بعد كره من شمس الدين الداودي ينجح في مو طبعا تسجيل الهدف الاول للترجي. اذا تتغير النتيجه تصبح 1-0 لفريق الترجي الرياضي التونسي. تقريبا في 14 دقيقة لعب ينجح فريق الدقيقة 69 في افتتاح النتيجة. خليل شمام كرة وطيب اليعقوبي للدفاع يتدخل طيب المزيني، كرة من جديد تبقى لفريق الجمعية. كتيبة ليعقوبي الظهير الأيمن يرفع، المدافع موجود خليل شمام، هو التماس يبقى لفريق الجمعية تربة. كتيبة ليعقوبي رابط علان، الدفاع يقطعها سعد بكير، لكن قبل ذلك عبد العزيز غبارو رغم الخطأ ورغم يعني الخطأ المرتكب من عبد العزيز غبارو في الحقيقة هذا المدافع قدم اداء طيب ممتاز. كره اذا ستعود بضربه مخالفه عبد العزيز غبارو، كره طويله مباشره 6 امتار. اذا الترجي ينجح في افتتاح النتيجه من كره في الحقيقه من المدافع عبد العزيز غبارو ضد مرماه. اسبقيه تنتيجه 1-0 لفريق الترجي. كرة من جديد فتحي قسم، لكن الدفاع يتدخل، دفاع الترجي في عكس الهجوم الماجري. مصراتي مصراتي في اتجاه طيب المزياني، طيب المزياني ياخو كورتو محاولة التوغل تدخل منطقة 18، التحضير خطيرة لفريق الترجي. التصويب فوق المرمى، التصويب فوق المرمى، ضاعت العملية الأخيرة على الترجي الرياضي التونسي. هذه العمليه تحضير والكره ضاعت على مهاجم الترجي لتبقى النتيجه 1-0. طبعا هيثم اللجويني صاحب العمليه الاخيره تنفذ الكره بسرعه تمشي من جديد الجهه اليمنى، لكن التماس تماس لفريق الترجي. رمية التماس لفريق الترجي الرياضي التونسي. حسين الربيع أمامكم على الصورة، مرة أخرى شويني كيف ما جات طال السرايب، كرة من بعيد في دين الحارس معز بن شريفية. الذوادي الذوادي خليل شمام، خليل شمام لليمين. عملية البناء الهجومي بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. كرات في وسط الميدان المصراتي، طيب العمليه توصل من اليمين سمح الدربالي، محاوله التوغل من المجري، هو الدفاع يتدخل، المدافع طليل السريب يخرج الكره للتماس من جديد سعد بقير، سمح على الدربالي سعد بقير يحاول يتعدى ويربح خطا، يحاول يتعدى ويربح خطا في العمليه الاخيره.
التدخل موجود والخطأ صحيح. تفضل الكرة من جديد، تسويب ومرة جانبية، كرة ممتازة من سعد بكير، مرة جانبية للحارس رفيق الدين شريف. هذه عادة تحذير سعد بكير كما جات، كرة مرة جانبية لمرمى الجمعية. ذكر هدف مقابل صفر إلى حد الآن. الترجي ماخذ الإسباقية منذ الدقيقة 64. تماس هذه المرة لحسين ربيع في الترجي من الجهة اليسرى. كرة ستعود لفريق الترجي. حسين ربيع تفضل الكرة، جويلي، سعد بكير، ليمين، كرات قصيرة، مصراتي، مصراتي إلى سعد بكير، مرة أخرى محمد علي بن رمضان، سعد بكير تقطع طيب العملية من حافظ الغربي من جديد. ما فهموش، ما توصلش حافظ الغربي، كرة ترجع إلى الحارس معز بن شريفية حارس فريق الترجي. لليمين محاولة البناء الهجومي للمجري، واحد اثنين، صعود سبح الدربلي صعب صعب، يخلط كرة 6 أمتار، 6 أمتار لفريق الجمعية الذي بيجربة. قلت الهدف يبقى بالنسبة للجمعية ولأبناء المدرب فتح إسماعيل، هو ضمان البقاء في ما تبقى من مشوار البطولة، 3 جولات متبقية لهذا الفريق. قلت هذا هو الهدف الهام بالنسبة لفريق الجمعية الذي بيجربة في عقاب هذا الموسم الصعب، والصعب جدا لفريق الجمعية. كرة حافظ الغربي، تمشي الكرة كتيب اليعقوبي، عصام الدريدي، عصام الدريدي مقطع الكرة، سعد بكير من جديد، واحد اثنين، ترجع إلى طيب المزياني، طيب المزياني، هيثم الجويني، هيثم الجويني طلب كرة، حسين ربيع، جويني تقطع الكرة من رشوين البغدالي، هاي ترجع من جديد، حسين ربيع إلى المصراتي، ذوادي في التغطية، عملية البناء الهجوم، محمد علي بن رمضان، بقير ورد في المنطقة الخلفية، التركيز طبعا على الجهة اليمنى دائما بالنسبة لفريق الترجي في كل عمليات الهجومية. ترجع تل السرايب، مجري أو عصام مدريدي، كتيبة اليعقوبي من جديد، تل المغربي، فتحي تسلل رفع راية، تسلل واحتجاج، احتجاج على رفع الراية من المساعد الثاني في العملية الأخيرة وسيم عمارة. إذن تغيير أول المدرب فتحي إسماعيل، خروج رأفت علان رقم 10 ودخول وائل بن رمضان. إذن أولى التغييرات فريق الجمعية، وائل بن رمضان رقم 7 أمامكم يخو مكانه في التشكيلة الأساسية مكان رأفت علان. كرة ترجع لفريق الترجي جهة اليسرى، والكرة توصل إلى خليل شمام إلى اليمين، سعد بكير، اتجاه حسين ربيع، حسين ربيع ما توصلش الكرة إلى الطيب المزياني، تبقى للجمعية، وطيب اليعقوبي، واحد اثنين، طلال المغربي، طلال السرايب، كرة لا تمس،
الترجي سيكون يوم الجمعة القادم في مواجهة فزع كرة. وائل برنضان سريع هذا المهاجم برنضان رشوان البغدادي توزيع والتحضير كرة كانت ربما تشكل خطر على دفاع الترجي لكن التغطية موجودة من دفاع فريق الترجي التونسي. كرة تبقى لجماعي جربة وائل برنضان وائل برنضان من جديد رشوان البغدادي البغدادي والخطأ الخطأ ضد لاعب الترجي الرياضي التونسي دي عاد العملية الأخيرة رشوان البغدادي والتدخل من يوسف المسرتي يربح من خلاله رشوان البغدادي خطأ على يسار الحارس معز بن جريبية كرة ثابتة للجمعية أربعة وعشرين دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني تتفذ كرة على مستوى القائم الثاني يتدخل الحارس معز بن شريفية هو الخطأ تدخل من الحارس معز بن شريفية يربح خطأ يبقى ملقى على راية الميدان هذه الإعادة تدخل من معز بن شريفية ويبقى ملقى على راية الميدان الحارس معز بن شريفية في العملية واللقطة الأخيرة بعد التدخل وإبعاد الكرة على مرميه حارس الترجي تنفذ الكرة قلت الفريق الترجي التونسي يوم الجمعة القادم يوم 29 مارس سيلعب السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي لقب قاري آخر ينتظر الترجي في مئويته ثم يلعب نهار الاثنين أو يوم غرفة أفريقيا عفوا يلعب السوبر التونسي ضد النادي البنزرتي في العاصمة القطرية الدوحة كرة تبقى الترجي لكن من الجهة اليمنى تمس التمس تنفذ الكرة بسرعة والدفاع عبد العزيز غبار يخرج الكرة للمرة الثانية هو تمس آخر لفريق الترجي ذكر 1-0 إلى حد الآن الأسبقية لفريق الترجي الرياضي التونسي كرة تسويب من يوسف المسرتي بعيدة على مرمى حارس الجمعية شرف الدين الشريف تجاوز وسط الميدان إلى رشوان البغدادي رشوان البغدادي رشوان البغدادي طيب العملية والبرمضان والبرمضان التحذير وتصويب ولكن سهلة كانت سهلة من وائل برمضان باليسار أرضية سهلة في دي الحارس هذه الإعادة والتصويب دون مشكل على الحارس معز بن شريفية تمشي الكرة للطيب المزيني كرات قصيرة حسين الربيع مخطأ ترجع لفريق الجمعية من جديد يحاول يتعدى لكن تقطع عصام الدريدي تقطع الكرة تقطع له الكرة ترجع لفريق الترجي هيثم الجويني أيضا أسامة فرج ينجح في قطع العملية أسامة فرج يحاول يتعدى والخطأ الخطأ والحكم يأمر بمواصلة اللعب لكن قبل ذلك يعود الخطأ وتغيير تغيير في تشكيلة الترجي يدخل رقم 16 زياد بريمة مكان هيثم اللجويني إذا هيثم اللجويني يغادر الميدان ويخو مكانه اللاعب الشاب زياد بريمة شاب في تشكيلة الترجي كرة والبرمضان خطيرة بالراس وهدف التعادل هدف التعادل لفريق الجمعية الرياضية بجربة هدف ممتاز جدا قراءة كانت طيبة من المهاجم لخروج الحارس معز بن شريفية وهدف التعادل لفريق الجمعية هذه إعادة للعملية
وائل بن رمضان قراءة جيدة لتقدم وخروج الحارس بن شريفية وهدف التعادل 1-1. هي النتيجة الحاصلة إلى حد الآن في هذه المباراة. وائل بن رمضان يعيد المباراة لنتيجة التعادل. كرة طويلة في ظهر الدفاع براس وهدف 1-1 بين الجمعية. وطبعا المباراة ربما تشتعل في دقائقها المتبقية. قلت لقاءات الكأس دائما هي هكذا، الحماس التشويق الإثارة وغياب الأسبقية. ترجع كرة فريق الترجي. طيب المزياني تحضير على مستوى القائم الثاني في التغطية من جديد، محاولة التوغل لفريق الترجي، التحذير والدفاع يتدخل. الدفاع يتدخل في اللقطة والعملية الأخيرة لخط هجوم للترجي. سعد بقير من جديد، كتيب اليعقوبي في التغطية، كرة ما خرجتش، تبقى لفريق الترجي. سعد بقير ساقه اليمين والدفاع من جديد، التصويب والدفاع مرة ثانية. ترجمة عكسة، رشوان البغدادي، رشوان البغدادي، رشوان البغدادي مازال على اليمين، محافظ على الكرة نتاعو قدامه ملاعب 2-3 يتعدى. تحذير فتحي قسام، ما فماش خطأ. التغطية موجودة من دفاع الترجي للمازري. المعاكسة سامة فرنج والخطأ، هذه المرة يزفر الحكم. الحكم هذه المرة يزفر الخطأ للاعب الجمعية أسامة فرج. محاولة التوغل وتبقى النتيجة متعادلة إلى حد الآن 1-1 بين الجمعية دي بجربة والترجي الرياضي التونسي. الجماهير الحاضرة هنا في مدرجات ملعب حومة السوق، لقاء كأس قلت لا يخضع للأحكام المسبقة. هذه عادة في اللقطة الأخيرة لخط هجوم الترجي. كرة ثابتة، رشوان البغدادي من جانب جمعية جربة ينفذ كرة مباشرة فوق المرمى. رشوان البغدادي كاد يحدث الفارق من جديد. هذا أمامكم رشوان البغدادي، كرة ثابتة ما بعيد فوق المرمى، ترجع لفريق الترجي. زياد بريمة، بريمة يدخل من بداية الشوط الثاني، ترجع لفريق الترجي. سعد بقير والدفاع يتدخل، معاكسة، معاكسة لفريق الجمعية. طلال المغربي إلى عصام الدريدي والبن رمضان، ارتفع النسق والتشويق. يتعدى ما يتعداش، يتعدى ما يتعداش. ترجع الكرة محمد علي بن رمضان في وسط الميدان إلى يوسف المصراتي. يوسف المصراتي لاعبيه شبان في تشكيلة الترجي بتبيع تهم المدرب معين الشعباني. على الفرصة للاعب، ترجع الكرة المازري داخل منطقة 18، يتوغل يحضر والكرة تمشي دائما لفريق الترجي. محاولة المرور دائما لفريق الترجي. محمد علي بن رمضان وكورته بعيدة فوق المرمى. هذا أمامكم معين الشعباني، وربما يكون سيناريو غير منتظر إلى حد الآن بالنسبة. هذه عادة الكرة خرجت، لم يتفطن المساعد الأول غازي جلولي لخروج الكرة. تبقى النتيجة 1-1 هنا في ملعب حومة السوق بين الجمعية والترجي. لقاء كأس لحساب الدورة الثمن النهائي. كرة إلى زياد بريمة يربح تمس. حوالي 79 دقيقة لعب إلى حد الآن 1-1 بين الجمعية والترجي. افتتحها دقيقة ضد مرماه عبد العزيز غبارو، بعد كرة من هيثم جويني وعدلها المعوض
وائل بن رمضان، سعد بقير، هل يأتي الحل من الساق اليسرى لسعد بقير بالنسبة للترجي فيما تبقى من وقت؟ كرة على مستوى القائم الثاني، تحذير بالراس من ذوادي، كانت تبقى كيف ما جت، كيف ما جت الكرة من يوسف المسراتي فوق المرمى، فوق المرمى، وشرف الدين، شرف الدين الشريف حارس الجمعية طبعا يسقط هذه الميدان ويحاول يربح بعض الثواني وبعض الدقائق باعتبار الترجي يعرف الترجي باش يضغط في الدقائق المتبقية. لقاءات الكأس هي هكذا الإثارة، التشويق والحماس، وتلتفي فيها أيضا الدرجات. جمعية جربة نعرف هذا الفريق، وقلت ذلك منذ بداية اللقاء، المدرب فتحي إسماعيل الاهتمام والهدف الأسمى بالنسبة له هو البقاء في بطولة الرياضة المحترفة الثانية لكرة القدم. وكذلك يعني اتمام الثلاث جولات المتبقية بتحقيق الانتصار لضمان البقاء. كرة ستعود بعد لحظات بعد ما تم إسعاف الحارس شرف الدين الشريف. هذه فكرة على الجماهير الحاضرة، أحباء الجمعية تتفاعل مع أحداث اللقاء إلى حد الآن. نذكر طبعا هذا اللاعب يوسف المسراتي لاعب ارتكاز، لاعب شاب وقادم أيضا من الترجي الرياضي الجرجيسي، من ترجي آخر وترجي آخر عريق هو الترجي الرياضي الجرجيسي. كرة ترجع من الجيد، الإصرار مزياني، طيب العملية، مزياني يتحرك المزياني من اليسار، طيب كرة على مستوى القائم الثاني، الدفاع يتدخل، سعد بقير، سعد بقير لليمين من جديد، وكرة في اتجاه زياد بن ريما، واحد اثنين، والدفاع يتدخل، طلال إسرائيل، كرة للتماس تنتفض بسرعة، سعد بقير، سمح الدربالي، كرة أخرى من جديد لفريق الترجي لكن تقطع، تقطع معاكسة لفريق الجمعية، حذاري من جديد، وائل بن رمضان في اتجاه الجهة اليمنى وين موجود رشوان البغدادي، رشوان البغدادي تغيير اللعب لليسار، فتحي قساب، فتحي قساب ياخو كورتو، ياخو كورتو ومن جديد معاه المدافع شمس الدين الذوادي، ياخو كورتو شمس الدين الذوادي مدافع الترجي في التغطية كان نجح، من جديد إلى محمد علي بن رمضان، إلى بلال المجري، والتغطية كانت موجودة من المدافع الأنيق طلال إسرائيل. كرة أخرى لفريق الجمعية، أكثر ثقة بالنسبة للجمعية في الدقائق الأخيرة بعد تسجيل هدف التعادل، رشوان البغدادي لليسار، فتحي قساب، فتحي قساب، دقيقة، جمعية جربة قاعدة تؤكد النتائج الإيجابية اللي حققتها في البطولة، أربع انتصارات متتالية أكدت ذلك بكل المقاييس في مواجهة يعني بطل افريقيا، بطل تونس، الترجي الرياضي التونسي. العشر دقائق المتبقيه الى حد الان 1-1 بين الترجي الرياضي وطبعا الجمعيه الرياضيه بجربة. رمية التماس، سابح الدربالي ينفذ الكره من جديد، تبقى الترجيه من الجهه اليمنى، سابح الدربالي لاعب الخبره سنين، البداية لهذا اللعب كانت مع الأولمبي الباجي لتستقر بعد ذلك في الترجي، ثم غادر الترجي، عاش تجربة خارج الحدود الوطن، ثم يعود لفريق باب السويقة. كرة في وسط الميدان لفريق الترجي الرياضي، الدفاع يتدخل، عبد الغزيز غبارو موجود في التغطية، خليل شمام، خليل شمام، كرة مزياني إلى زياد بن ريما،
كرات قصيره طيب المزياني من جديد، واحد اثنين كرات قصيره في فريق الترجي سعد بكير. طيب العمليه، طيب المزياني، طيب المزياني والحارس، طيب المزياني كان امامه امكانيه وفرصه قتل المباراه واختطاف هدف، وهذه عاده والتمركز كان جيد ايضا من الحارس شرف الدين الشريف. امامكم على الصوره المزياني ضايع وضاعت معه كرة الترشح ربما، لكن تبقى المباراة متعادلة في دقائقها الأخيرة إلى حد الآن بين زوج فرق، واحد واحد بين الجمعية والترجي. يبقى مدافع الجمعية طلال السليب، تغيير منتظر أيضا في تشكيلة المدرب فتح العز اسماعيل، وفي الحقيقة أيضا لاعب سابق في هذا الفريق. هذه عادة بالقدم سعد بقير. طيب المزياني يتوغل داخل منطقة 18 وأهدر بالتالي إمكانية مضاعفة النتيجة. يخرج مدافع الجمعية كتيبة اليعقوبي، التغيير تغيير بالنسبة لجمعية تجربة. كتيبة اليعقوبي إذا يخرج ياخو مكانه رقم 19 إلاف العماري. ثاني التغييرات المدرب فتح الحاجة إسماعيل، كرة أسامة فرج، أسامة فرج قلت عنده ساق يسرى ممتاز جدا هذا المدافع وأنيق جدا في الحقيقة. كرة ترجع رشوان البغدادي، رشوان البغدادي يربح خطأ، الخطأ موجود في منطقة وسط الميدان، قرار الحكم كان صحيح. هذه إعادة العملية، وسعد بقير ربما كان يستحق الإنذار في اللقطة الأخيرة، والحكم أمر بمواصلة اللعب قبل أن يعود لوجود الخطأ. يبقى المهاجم رشوان البغدادي على أرضية الميدان. نعيش وياكم الثلاث دقائق الأخيرة من عمر المباراة، واحد واحد جمعية جرمة الترجي. قد نذهب إلى 30 دقيقة أخرى. معين الشعباني يخمم يفكر في الوقت المتبقي، قلت قد نمر إلى الوقت الإضافي في هذه المباراة باعتبار أنها مباراة كأس والتعادل إلى حد الآن واحد واحد. لكن في كرة القدم كل شيء ممكن. ثلاث دقائق دون اعتبار يعني الوقت الإضافي المحتسب قبل الدخول للأشواط الإضافية. كرة ثابتة أخرى لفريق الجمعية. طلال السريب حكم يشير بعد تنفيذ المخالفة. مجدي بالحاج علي، عبد العزيز غبار ويرجع إلى حارس مرميه شرف الدين الشريف. كرة مخطة ترجع للفريق الترجي من جديد. سعد بقير ما تمرش، تبقى دائما لفريق الترجي. وائل بن رمضان فالتغطية موجود في اتجاه حافظ الغربي. كرة توصل إلى الحارس معز بن شريفية إلى الذوادي. الذوادي اللاعب رشوان البغدادي يدخل لاعب جمعية جربة. كرة مرة أخرى وائل بن رمضان، وائل بن رمضان إلى أسامة فرج، أسامة فرج كرته مخطأ ترجع لفريق الترجي. التغطية موجودة من طلال المغربي والحكم يرجع للخطأ لفريق الترجي التونسي. يرجع الحكم لفريق الترجي الرياضي التونسي من الجهة اليمنى بالطبيعة.
إعادة العملية، وقرار الحكم خطأ لفريق الترجي. خليل شمام عصورة سيتولى تنفيذ الكرة الثابتة، هل تأتي بالجديد؟ تنفيذ الكرة والتغطية موجود من خلالها المدافع للركنية. ركنية سعد بقير، سعد بقير الدقيقة الأخيرة، الدقيقة الأخيرة تنفذ الكرة على مستوى القائم الثاني، ترجع من جديد للترجي، حافظ الغربي في التغطية، كرة ترجع ترجية من جديد، التحضير التحضير زياد بريمة والدفاع يقطع الكرة وربما تكون خطيرة. فتحي قسام من الجهة اليسار مع سامح وخليل شمام، قسام يحاول يتعدى قسام والحكم ما اعتبرش خطأ أو مخالفة، وترجع لسعد بقير، سعد بقير لليمين في اتجاه محمد علي بن رمضان، لكن موجود المدافع في قطع الكرة، كرة ما توصلش فتحي قسام، موجود في التغطية شمس الدين الدوادي إلى حارس مرماه معز بن شرفية، كرة أخرى في وسط الميدان يوسف المصراتي، المصراتي خليل شمام، ترجي واحد جمعية جربة واحد، كرة اليمين دوادي خليل شمام، ما زالت الكرة فريق الترجي، محمد علي بن رمضان دوادي الماجري، بلال الماجري يحاول يتعدى التغطية موجودة من فتحي قسام، هل يرجع للتغطية؟ يرجع للتغطية، كرة اليمين من جديد سامح الدربالي، التحذير والكرة للركنية، ركنية لفريق الترجي، ركنية لفريق الترجي، وخمس دقائق، خمس دقائق يرفعها من الحكم الرابع كوقت إضافي بعد التسعين. تنفذ الكرة الدوادي سعد بكير، سعد بكير التحذير بالراس ومرة جانبية وركنية، أو ستة أمتار، ستة أمتار، ستة أمتار لفريق الجمعية، جمعية جربة كما قلت يعني في الحقيقة قدم أداء ممتاز جدا، صامد إلى حد الآن أمام بطل إفريقيا، أمام بطل تونس الترجي الرياضي التونسي. كرويا كل شيء ممكن، ترجع الكرة لفريق الترجي، خمس دقائق أخيرة في عمر المباراة، ترجع الكرة للطيب المزيان لكن تقطع، رشوان البغدادي، رشوان البغدادي دوادي في التغطية من جديد، وائل بن رمضان إلى حافظ الغربي، وائل بن رمضان في التغطية موجود إلى العماري، كرة قصيرة الغربي، طيب العملية اتجاه طلال المغربي، طلال المغربي تقطع الكرة وتمس لفريق الترجي الرياضي التونسي، تنفذ الكرة بسرعة ترجع تقطع، طيب خطيرة العملية، رشوان البغدادي يحاول يتعدى حسين الربيع في التغطية، كرة للتماس، يبقى وائل بن رمضان مهاجم جمعية جربة موجود على أرضية الميدان، الحكم بيتوجه له للإطمئنان على صحته ويأمر بمواصلة اللعب، كرة إلى إيلاف العماري، كرة خرجها اللاعب حتى يتم إسعاف وإخراج الكرة كما قلت، حتى يتم إسعاف المهاجم وائل بن رمضان. هذه عاد العملية الأخيرة، محاولة التوغل المرور، وطبعا ساق المدافع في اللقطة اللي قبل هذه يبقى ملقى على ذي الميدان حتى يتم إسعافه ومواصلة اللعب. هذه العملية الأخيرة، ربما كان موجود خطأ لكن مش مقصود في الحقيقة في العملية الأخيرة.
1-1 جمع جرب الترجي. نعيش بأياكم طبعا الدقائق المتبقية من عمر هذه المباراة. قلت الجمعية أكدت مستوى كعبها في هذه المواجهة وأكدت ربما النتائج الإيجابية. ذكر فريق جمع جربة انتمى لفترات مختلفة في بطولة الرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم. أجيال وأجيال مرت من هذا الفريق يعني عبر المواسم وعبر السنين، وأيضا أنجبت العديد من المسؤولين تولوا تسيير دواليب الفريق. كرة ترجع لفريق جمع جربة من جديد. رشوان البغدادي يحاول إحداث الفارق. رشوان البغدادي من الرباط الأيمن والخطأ. الخطأ في العملية الأخيرة، التدخل والخطأ طبعا من شمس الدين الداودي يربح من خلاله خطأ جمعية جربة. حذيري يعني جمعية جربة أمامكم رقم 14 بالفعل. أسامة فرج يحدق جيدا التصويب، معاه رشوان البغدادي زوز ملاعبيه يحدقوا جيدا التصويب. كرة تتنفذ فوق المرمى، فوق المرمى مرت سلامات على مرمى الحارس معز بن شريفية حارس فريق الترجي. من جديد طيب المزياني، طيب المزياني كرة توصل الى اليمين في اتجاه يوسف المسراتي. كرات قصيره مره اخرى الترجي غابت الحلول من الاروقه رغم المحاولات. كره توصل الى معز بن شريفيه، معز بن شريفيه وسط الميدان طويله تغطيه موجوده سامح الدربالي، سامح الدربالي كرة مباشرة إلى 6 أمتار، 6 أمتار لفريق الجمعية. قلت هذه ربما نكهة كأس، يعني مسابقات الكأس أو مسابقة الكأس النكهة نتاعها هي يعني الإثارة والتشويق، هي المفاجآت على مستوى النتيجة. الترجي مازال متعادل هنا في ملعب حومة السوق مع جمعية جربة 1-1. نذكر افتتاح النتيجة كان للترجي بعد كرة هيثم الجويني اصطدمت بالمدافع عبد العزيز غبارو وعدلها المعوض وائل بن رمضان. 1-1 كما قلت بين الفريقين. إلاف العماري اللي خذا مكانه في التشكيلة مكان كتيبة اليعقوبي بداعي الإصابة. إلاف العماري ينفذ الكرة، تدخل سعد بقير، سعد بقير كرة اليمين في اتجاه بلال المجري، بلال المجري في طيب المزياني، طيب المزياني كرة في المحور في العمق. الدفاع يتدخل من جديد، التدخل الدفاع لجمعية جربة. كرة مرة أخرى ليسار وفي التغطية إلاف العماري، إلاف العماري من جديد الكرة محمد علي بالبرندان أو يوسف المسراتي. ورات قصيرة طيب محمد علي بن رمضان، سعد بكير توصل المواجهة قبل ذلك المدافع وترجع معاكسة لفريق جمعية جربة، معاكسة لفريق جمعية جربة لكن هناك تسلل، تسلل بالفعل، تسلل ضد المهاجم طبعا مهاجم فريق جمعية جربة. تتنفذ الكرة بسرعة سعد بكير، سعد بكير ينتظر المساندة سمح الدربالي يرفع كرة من مستوى القائمة الثاني. غبارو بالتغطية، موجود غبارو في التغطية في اللقطة الأخيرة. ترجع الكرة للترجي مرة أخرى، الترجي مرة أخرى يوسف المسراتي، سعد بقير إلى سمح الدربالي يحاول يحذر لكن في التغطية أسامة فرج. وفي هذه الأونة بالضبط مشاهدينا الكرام أحباء الرياضة حكم المباراة أمامكم مجدي بالحاج علي يعلن نهاية ال 45 أو 90+5 بالتعادل الإيجابي 1-1 بين جمعية جربة الترجي. يعني المرور للحصص الإضافية بعد استراحة قصيرة طبعا للزوز فرق. 1-1 هي النتيجة الحاصلة في هذه المباراة. أكيد سنمر إلى 30 دقيقة متبقية
يعني لمعرفة اسم المترشح او المرور الى ضربات الحد او ضربات الجزاء. نلتقي بعد قليل.